من واجب كل لبناني حر متمسك بالمواقف الوطنية يلي عم تطلقها بكركي انه نشارك بالتجمع الداعم للبطريرك، لانه تثبيت حياة لبنان وتطبيق القرارات الدولية الضامنة للاستقرار ودفاع عن استقلال وسيادة لبنان هي خشبة الخلاص الوحيدة لانقاذ هذا الوطن من كل المعنات يلي عم بيعيشها. كرمال هيك وكرئيس بلدية المجد، مع احساسنا بمطالب شعبنا وإرادتنا بالنضال لتحقيق كل يلي عم بتنادي فيه بكركي، دعينا المشاركة بالتجمع يوم السبت داعم لمواقف الوطنية يلي عم يطلقها سيد الصرح، وهي مواقف مش غريبة عنه، لأنه كل البطاركي يلي سبقوه حملوا وقاوموا وضحوا واستشهدوا بسبيله من 1600 سنة لغاية اليوم. مشاركتنا يوم السبت رح تكون تجسيداً لهالمسيرة وتأكيد على رسم مستقبل لوطننا بيشبه القيم اللبنانية، تأكيد على قرارنا النهائي تصميمنا بالعمل كرمال استعادة لبنان لدوره وسيادته وقراره الحر.